هكتب كده الإجابات واحدة واحدة كده عشان استقارن برضه بينها وبين الإيه اللي مطلوب من الأجل، إن كان صح ولا غلط. السؤال الأول اللي هو 7 اللي هو x باور 3 ماينس 2 سيك x. ما فيش تان دوت تان اكس. المفروض أنا لسه ما قلتش الإجابة، y داش هتبقى ايكوال 3 x سكوير تمام. ماينس 2 وديريفاتيف السيك بسيك تاني، يبقى سيك x تان x، تمام. يبقى دي الديريفاتيف بتاعه. السؤال الثامن كانت y equal cosec 2 minus 3x، فالمفروض ان انا اجيب y داش cosec، المفروض بنيجاتيف cosec بتتكتب زي ما هي 2 minus 3x، في كوتان نفس الكلام 2 minus 3x، في derivative الانجل derivative الانجل هتدينا نيجاتيف 3، فهتحول لي دي بوستيف 3، فتبقى الإجابة 3 كوزك 2 minus 3 x كوتان 2 minus 3 x. تاني المفروض كده ان هي مستر دي ما الإجابة فهمتش بتاعتها. تاني كده بس معلش. تاني derivative الكوزك كوزك كوتان بالنيجاتيف. كوزك تمام، ده انا عامل الجزء اللي على اليمين تمام. فالمفروض بعد كده بنعمل derivative للأنجل دي. ده في حالة derivative ال الأنجل ده في حالة الباور بس لا، ولا ده؟ في اي حاله بنعمل فيها ديريفيتيف الانجل، كل الحالات بنعمل فيها ديريفيتيف الانجل. تمام. احيانا بتبقى ديريفيتيف الانجل ب1 فما بتتكتبش، زي الحاله اللي فوق دي ديريفيتيف الانجل ب1 فما اتكتبتش، تمام. لكن هنا ديريفيتيف الانجل ببوستيف بنيجاتيف 3 وانا كان معايا نيجاتيف فبقت بوستيف 3. السؤال التاسع واي داش الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير نيجاتيف كوزيك سكوير، الانجل تفضل زي ما هي باي ماينس 1 على اكس، وبعد كده نعمل لها ديريفاتيف، ديريفاتيف الباي ماينس 1 على اكس، ديريفاتيف الباي بزيرو، والنيجاتيف 1 على اكس قلنا دي سبيشال كيس، ال 1 على اكس لو كانت 1 على اكس قلنا عشان نعمل لها ديريفاتيف بنغير اشاره اللي فوق ونحط اكس باور 2 تحت، طب لو هي نيجاتيف 1 على اكس نغير اشارة اللي فوق ونحط باور 2 تحت، اذا هتطلع 1 على اكس باور 2 هي ديريفاتيف الانجل، يبقى هتطلع نيجاتيف 1 على اكس باور 2 كوزيك باور 2 باي ماينس 1 على اكس. ثانية بس معلش يا مستر اكتبها معلش. ثانية بالظبط انا هكتبها بسرعة. تمام يا مستر. ماشي. السؤال اللي بعده y equal tan bracket cotan x، قلنا الكوتان هي الانجل بتاع التان، وكاتب y equal tan bracket cotan x، دي هي الانجل بتاع التان لان التان ملهاش انجل، يعني دي مش حاله ما انقبلهاش، وبالتالي وانا بجيب الواي داش اول حاجه بعمل ديريفاتيف التان، فديريفاتيف التان سيك باور 2، وبكتب الانجل زي ما هي اللي هي كوتان اكس، وبعد كده بعمل ديريفاتيف للانجل، ديريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوزيك باور 2 اكس، فهتطلع الاجابه نيجاتيف كوزيك باور 2 اكس في سيك باور 2 كوتان اكس.
ده السؤال نمبر طب تاني. ما ينفعش نعملها في حالة ملتبلاي؟ لا، حالة مالتبلاي هتبقى غلط، لأن إمتى تبقى حالة مالتبلاي؟ لو هي مكتوبة كده y equal tan x cotan x، دي تبقى حالة مالتبلاي. التان معاها الأنجل بتاعتها إيه، والكوتان معاها الأنجل بتاعتها إيه، دي تبقى حالة مالتبلاي. لكن أنا قلت هنا حالة مالتبلاي، فين الأنجل بتاع التان؟ مفيش. ينفع أكتب لك مثلا y equal root كده واسيبه فاضي؟ ما ينفعش. وبالتالي برضه ما ينفعش اقول لك ساين ومفيش حاجه بعدها، ما ينفعش اقول لك تان ومفيش حاجه بعدها، لازم يبقى معاها انجل. طب هي مش مكتوب جنبها انجل، اذا اللي بين البراكت ده هو الانجل بتاعها، بعكس الحاله اللي تحت. بقى الحاله اللي تحت دي التان معاها الانجل بتاعتها اكس، والكوتان معاها الانجل بتاعتها اكس، دي تبقى حاله مالتبلاي، لكن اللي فوق دي مش حاله مالتبلاي. نمبر 11، حالة باور y equal 1 plus cotan x all power 2. حالة الباور بنقول احنا بنجيب ال y داش، بننزل الباور، نكتب البراكت 1 plus cotan x وننقص من الباور 1 في الديريفاتيف اللي جوه البراكت. ديريفاتيف ال 1 بزيرو، وديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوزيك باور 2. طبعا ديريفاتيف الانجل ب 1 فما بتتكتبش، فهتطلع 2 في براكت 1 بلس كوتان في براكت نيجاتيف كوزيك باور 2 اكس. اللي بعدها واي ايكوال كوزيك باي ماينس 2 اكس، وانا بجيب الواي داش، كوزيك بتطلع نيجاتيف، كوزيك زي ما هي في كوتان، الانجل ما بتتغيرش، باي ماينس 2 اكس زي ما هي. في ديريفاتيف الانجل، ديريفاتيف الانجل ديريفاتيف الباي بزيرو، وديريفاتيف نيجاتيف 2 اكس بنيجاتيف 2، وانا اساسا معايا نيجاتيف هنا، فهتبقى بوزيتيف 2 كوزيك باي ماينس 2 اكس كوتان باي ماينس 2 اكس. سيرتين، y equal cosine 2x minus 5 cotan 3x، ف y dash هتكون equal الكوزين بنيجاتيف ساين 2x، وبعمل ديريفاتيف للانجل ال 2x هتطلع 2 ماينس 5 الكوتان عشان بدأ بالسي بنيجاتيف هي كمان، فهتخلي دي بوستيف كوزيك باور 2، وديريفاتيف ال 3x ب 3 فهتبقى هنا دي بلس 15 كوزيك باور 2 3x، يبقى هي بقت نيجاتيف 2 ساين 2x plus 15 cosec power 2 3x. السؤال اللي بعده 14، y equal tan 3x minus cosec 2x، نفس الفكرة كل واحدة لوحدها، التان بسيك باور 2 3x زي ما هي في derivative الانجل ب 3، الكوزيك بنيجاتيف وانا معايا نيجاتيف تبقى بوزيتيف كوزيك 2x كوتان 2x، وderivative الانجل نفسها هيطلع لي هنا 2، يبقى بقت الاجابه 3 سكوير 3x بلس 2 كوزيك 2x كوتان 2x. السؤال اللي بعده y equal sin باور 2 3x، قلنا لما نقابل باور 2 نكتبها كده، sec باور 2x لما نقابل باور 2 نكتبها كده، اي باور يتكتب بالشكل ده عشان اخد بالي ان دي حالة باور. فلما اجي اجيب y داش بنزل الباور اللي هو 2،
بكتب البراكت زي ما هو اللي هو ساين 3 اكس، ونقص من بار 1 فيبقى بار 1، مش لازم يتكتب. في ديريفاتيف اللي جوه البراكت، ديريفاتيف الساين كوزاين 3 اكس في 3 بلس سيك باور 2، نفس الفكرة، هننزل البار اللي هو 2، نكتب البراكت اللي هو سيك اكس، نقص من بار 1 فهيبقى بار 1، في ديريفاتيف السيك، سيك اكس تان اكس. بقت هي دي الإجابة. سؤال نمبر 16، y equal sec x tan 2x. حالة multiply دي بقى تنفع حالة multiply، السيك معاها الأنجل بتاعتها والتان معاها الأنجل بتاعتها. فلما أجي أجيب y داش حالة multiply، بثبت الأول اللي هو السيك، derivative التان sec باور 2، الانجل زي ما هي 2x لكن بيعمل لها ديريفاتيف ونحطه بره فيبقى 2 بلس ديريفاتيف، نثبت التاني اللي هو tan 2x ونعمل ديريفاتيف للاولاني اللي هو السك، ديريفاتيف السك بسك x tan x. بقى هو ده الاجابه بتاعتي. نمبر 17، 17 بالفعل مش واضحة، في ناس بتقراها y equal cotan باور 3 روت اكس، وفي ناس قريتها y equal cotan كيوبك روت اكس. أنا عملتها لأنك روت. تمام، مش هتفرق يعني. أنا هحل الحلين واللي خدها بأي طريقة صح، لأن هي مش واضحة في الكتاب. الحل الأولاني y equal cotan باور 3 روت x، هعملها براكت باور 3 بره وأخليها cotan روت x، ودي تبقى حالة باور. لما أجي أجيب y داش بنزل الباور، بكتب البراكت اللي هو الكوتان روت x، أنقص من باور 1 فيبقى باور 2. في derivative الأنجل الروت، إحنا عارفين إن الروت ليه قاعدة، 2 الروت تحت وديريفاتيف اللي جوه روت يتحط فوق، فتبقى 1 على 2 روت اكس. في ديريفاتيف الكوتان يعني نفسها، كل ده ملتبلاي. في ديريفاتيف الكوتان نفسها، الكوتان اللي هي جوه البراكت، لسه ما عملناش ديريفاتيف، ديريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوزيك باور 2، والانجل تنزل زي ما هي روت اكس. كل ده ملتبلاي بعض، يبقى هنزل الباور، بكتب البراكت بنقص منه 1، بعمل ديريفاتيف اللي جوه، فديريفاتيف الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير روت اكس، وديريفاتيف الروت 1 على 2 روت اكس. بقت هي دي الاجابه بتاعتي. ده لو انا خدتها من الاول ان هي باور 3. طب لو انا خدتها كيوب روت اكس، كيوب روت اكس اللي هي كوتان اكس باور ثيرد، فلما اجي اجيب واي داش الكوتان بنيجاتيف كوزيك سكوير، الانجل تبقى زي ما هي باور 1 على 3، لكن بعمل لها ديريفاتيف بره فتطلع 1 على 3 اكس باور نيجاتيف 2 على 3، وتبقى الاجابه بتاعتي بالشكل ده. طبعا هي المساله مش واضحه في كتاب المدرسه شكلها عامل ازاي، فبالتالي لو هي كانت كوتان باور 3 هتتحل كده، ولو كانت كوتان كيوب كوت اكس هتتحل كده. سؤال 18، تعتبر حالة باور y equal كوزيك باور 2 1 بلس اكس باور 2، قلنا الباور 2 يتحط بره على البراكت، عشان انا بعمل ديريفاتيف لواي داش بنزل ال 2، بكتب البراكت اللي هو كوزيك 1 بلس اكس باور 2، بنقص من الباور 1، في ديريفاتيف اللي جوه البراكت ديريفاتيف الكوزيك اولا بيبقى نيجاتيف عشان بادئ بحرف السي، كوزيك
الانجل زي ما هي 1 بلس اكس باور 2 في كوتان 1 بلس اكس باور 2 ديريفاتيف الكوزيك كوزيك كوتان في ديريفاتيف الانجل نفسها ب 2 اكس بقت هي دي شكل الاجابه بتاعتي. السؤال اللي بعده 19 برضه حالة باور 3 equal 3 sec باور 2 هنكتبها sec كده 2x plus y باور 2 ونجيب y داش بنزل الباور فهيضرب في 3 يبقى 6 بكتب البراكت sec 2x plus y في تان 2x plus y derivative السيك بسيك تان سوري معلش سرحت معلش سوري تاني y dash equal تاني السؤال رقم 18 أعيده تاني أو 19 سوري السؤال رقم 19 y equal 3 sec باور 2 2x plus y قلنا الباور 2 ما بنسيبهاش كده بنكتبها براكت باور 2 يعني نكتبها sec 2x plus y قول باور 2 لما اجي اجيب واي داش بنزل الباور فهيبقى 6 وبكتب البراكت الاول زي ما هو 2x بلس باي وبنقص من الباور 1 فيبقى باور 1 وبعد كده بعمل ديريفاتيف للي جوه البراكت ديريفاتيف السك بسك 2x بلس باي في تان 2x بلس باي في ديريفاتيف الانجل نفسها ب 2 يبقى بقت 2 sec x plus y tan 2 x plus y في البراكت اللي هو موجود بره. دي 19 حالة بار. 20 حالة square root. لما اجي اجيب y داش 2 الروت تحت دبل الروت تحت زي ما بنقول 1 plus cosec x في derivative اللي تحت الروت اكتبه فوق derivative 1 ب 0 و derivative cosec negative cosec cotan. فبقت هي دي الإجابة بتاعتي. 21 حالة multiply y equal x power 2 cotan 3x دي حالة multiply بثبت الأول x power 2 derivative ال cotan ب negative cosec square 3x في derivative ال angle ب 3 plus هثبت ال cotan 3x في derivative x power 2 ب 2x ثبت الأول وأعمل ديريفيتيف التاني، ثبت التاني وأعمل ديريفيتيف الأول. نمبر 22 حالة باور y equal cosec x plus cotan x all power negative 1 عشان أجيب y داش بنقص بنزل ال negative 1 cosec x plus cotan x هتتكتب زي ما هي بنقص من الباور 1 فتبقى باور negative 2 وبعد كده اعمل مالتبلاي اللي جوه البراكت الديريفاتيف بقى بتاعه كوزيك اكس بنيجاتيف كوزيك كوتان والكوتان بنيجاتيف كوزيك باور 2 بقت هي دي الاجابه نمبر 22 23 حاله ديفايد واي ايكوال 2 اكس بلس 3 وفوق كوتان
3x فتبقى y داش equal 2x plus 3 باور 2، بطلع بيها 2x plus 3 الكوتان بنيجاتيف كوزيك باور 2 ديريفيتيف اللي فوق في ديريفيتيف الانجل ب 3. يبقى قلنا بنحط اللي تحت باور 2 بنطلع بيه فوق من غير الباور، نعمل ديريفيتيف اللي فوق ماينس، وبعد كده نثبت اللي فوق اللي هو الكوتان 3x في ديريفيتيف اللي تحت اللي هي ب 2. اخر حاله، حاله ديفايد y equal 1 minus sec x 1 plus sec x، ونجيب y dash اللي تحت باور 2 1 plus sec x قول باور 2 واطلع بيه فوق من غير الباور 1 plus sec x. derivative اللي فوق ال 1 هيبقى بزيرو، والنيجاتيف sec هتدينا نيجاتيف زي ما هي، والsec بتدي sec تاني يبقى sec x 10 x ماينس اللي فوق اللي هي 1 ماينس سيك اكس في ديريفيتيف اللي تحت ال 1 بزيرو والسيك بسيك تاني. استنى واحدة بس يا مستر، هنقل بس الكلام. اكتب عن اكتب بس. اكتب بس. تمام يا مستر. ماشي يا معلم. ده الكلام اللي احنا كنا قلناه المرة اللي فاتت والواجب بتاعه. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، انا عايز بقى اللي قلناه، اتكلمنا المرة اللي فاتت على trigonometric functions، على 6 اشكال ازاي اعمل لهم derivative. derivative الساين equal مازن. نعم مستر. derivative الساين كوزاين. كوزاين. وبعد كده derivative الكوزاين نيجاتيف ساين. احمد عيد خرج. ماشي خرج. ماشي نيجاتيف ساين. تالت واحده ديريفاتيف التان. عمر. ايوه ركز معايا. مركز مركز. طيب عشان الحاجات دي انا عارف انك ما حضرتهاش فركز، انا بعيدها تاني اهو. لا مركز مركز. خالد derivative ال 10 سيك باور 2. سيك باور 2. derivative الكوتان خالد برضو نيجاتيف كوزيك باور 2. نيجاتيف كوزيك باور 2 جدع. derivative السك عبد لطيف. derivative السك في سك في تان. سك في تان. سك اكس تان اكس. derivative الكوزك طلعت. نيجاتيف كوزك في تان. نيجاتيف كوزك كوتان. وقلنا المرة اللي فاتت إن التلاتة اللي هيبدأوا بحرف السي هما تلاتة هيطلعوا لي إشارة نيجاتيف، اللي بدأ بحرف السي هيطلع إشارة نيجاتيف، واللي ما بدأش بحرف السي بيطلع إشارة بوزيتيف. في الستة دول كده كده لازم تعمل ديريفاتيف الأنجل، كده كده بعد ما بتخلص بتعمل ديريفاتيف الأنجل. بمعنى
لو انا بقول y equal tan 3 x باور 2، فعشان اجيب y داش التان بتطلع لي سيك باور 2، الانجل تتكتب زي ما هي بس بنعمل لها ديريفاتيف بعد كده، ديريفاتيف 3x باور 2 ب 6x تتكتب بره، وبنطبق الكلام ده على جميع الحالات اللي عندي. طيب في التراجيومتريك فانكشن قلنا في بعض القوانين لازم تتحفظ، قلناها المره اللي فاتت، بعض القوانين قلناها المره اللي فاتت، وهنكمل بقانون تاني النهارده، قانونين هنحتاجهم في المنهج بتاعنا فلازم نحفظهم كمان. قوانين اسمها قوانين دبل الانجل. اول قانون في دبل الانجل يعتبر ليه شكلين، الشكل الاولاني بيقول لي لو لقيت ساين مضروبة في كوزين بشرط ان الانجل تبقى واحدة، الاثنين زي بعض، ساين مضروبة في كوزين، اقدر اشيلهم الاثنين واحط مكانهم هاف ساين واجمع الاثنين انجل، اجمع الاكس مع الاكس تبقى 2x. يبقى في اي مسألة قابلت ساين مضروبة في كوزين تقدر تبدلها بهاف ساين دبل الانجل. يعني انا بجيب لك مسألة وبقول لك y equal ساين 2x فوق كوزين 2x، هات لي y داش، فبدل ما اشتغل على الواي داش بحالة مالتبلاي، دي حالة مالتبلاي تعتبر، بدل ما اشتغل بحالة مالتبلاي واقعد اثبت الاول واعمل ديريفيتيف الثاني واثبت الثاني واعمل ديريفيتيف الاول، هو بيقول لي لو انت عارف القانون بقى، لما الاقي ساين مضروبة في كوزين والانجل زي بعض اقدر انا ابدلهم واكتب مكانهم هاف، هاف دي ثابتة ساين، واجمع الانجل 2x و2x بقت 4x، فلما اجي اجيب الديريفيتيف تبقى الامور بقت اسهل شوية، هاف ساين 4x الهاف بتنزل زي ما هي، الساين 4x هتبقى كوزين 4x في ديريفيتيف الانجل اللي هي هتبقى ب 4، فلما اضرب 4 في هاف هتبقى 2 كوزين 4x، بقت هي دي الاجابه بتاعتي. يبقى انا بعدت عن حاله المالتبلاي عن طريق القانون اللي احنا استنتجناه دوت. يبقى اول قانون في قوانين دبل الانجل ساين x في كوزين x اقدر ابدلها بهاف ساين 2x. القانون ده ممكن نعدله بطريقه ثانيه، ان انا لو وديت الهاف دي الناحيه الثانيه، لو انا نقلت الهاف دي الناحيه الثانيه فبتتعكس بتبقى ب 2، فنقدر نكتب ساين 2x هي عباره عن 2 ساين x كوزين x. اللي تحت ده هو نفس القانون اللي فوق بس بصيغه ثانيه او بشكل ثاني، ان انا نقلت الهاف الناحيه الثانيه. اذا ممكن احفظه بالشكل اللي فوق دوت او بالشكل اللي تحت ده، الاثنين صح، فالمفروض ابقى عارف الشكلين دول. في مشكله كده في القانون ده؟ قول ايه المشكله؟ بقول حق لا مش يعني فور اكزامبل يا جماعه، لو انتوا فتحتوا المذكره عندكم كل واحد معاه مذكرته، واللي مش معاه هيبص معايا اخر سؤال في اللي تشوز في صفحه 8، سؤال نمبر 6 بيقول f of x equal 4 sin x cosine x cosine 2x، عايز f داش، هكتبه هنا انا تاني 4 sin x f of x equal 4 sin x cosine x cosine 2x وعايز f داش، تطلع بكام؟ لو انا اشتغلت بالطريقه العاديه هيبقى قدامي ثلاثة فانكشن، ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه، يعني المفروض عشان اعمل ديريفاتيف بثبت اثنين واشتغل بواحده واثبت
اتنين واشتغل بواحده واثبت اتنين واشتغل لواحده، فالموضوع بيبقى كبير قوي. فاحاول اظبط المساله الاول قبل ما اشتغل عن طريق ادي ساين مضروبه في كوزاين، هل ليهم نفس الانجل؟ اه الاثنين دول لهم نفس الانجل اللي هي اكس، فاقدر اشيل الاثنين دول واحط مكانهم هاف ساين دبل الانجل، يبقى اف اوف اكس اهي الفور زي ما هي والكوزاين 2 اكس زي ما هي، وهشيل الاثنين دول واحط مكانهم هاف ساين واجمع الاثنين انجل مع بعض فتدينا 2 اكس. الهاف لما تتضرب في 4 تبقى ب 2 ساين 2 اكس كوزاين 2 اكس. الموضوع بقى اسهل شويه، بدل ما كانوا 3 بقوا 2. مستر، هي القاعده اللي حضرتك كتبتها دي موجوده في المذكره طيب عشان اعلم عليها حتى؟ موجوده في ساين اكس في كوزاين اكس بهاف ساين هاف ساين 2 اكس، مكتوبه اعتقد مكتوبه بس بالشكل الثاني. يعني لو فتحنا كده هي صفحة 4 تقريبا يا مستر، اخر واحدة مكتوبة بشكل تاني. ايوة بالظبط، مكتوبة بالشكل التاني في بيج 4 في اخر الصفحة خالص، مكتوبة ساين 2x equal 2 ساين x وكوزاين x، اللي ليها شكل كمان انا قلته ساين x، اكتب جنبها كده في كوزاين x equal half ساين 2x. الشكلين صح، شوف الشكل المناسب ليك ايه او احفظ الاثنين. تمام. طيب كده احنا شلنا الاثنين دول وحطينا هاف ساين 2 اكس، لقينا حاجه كمان حصلت، إن الناتج اللي طلع ده أقدر أطبق عليه القاعدة مرة كمان. ساين مضروبة في كوزاين والأنجل زي الأنجل. تبقى ساين 4x. حلو. تبقى هاف بره، طبعًا في 2 كده كده موجود. تبقى هاف ساين وأجمع الأنجل تبقى 4x، طبعًا الهاف هتتشال مع ال 2 فتبقى ساين 4x. كل ده خلي بالك لسه ما عملتش ديريفيتيف. أنا كل ده بظبط الشكل بتاعي. طب هبتدي أعمل بقى الديريفيتيف عشان أجيب اف داش الساين بكوزاين في ديريفيتيف الأنجل بفور، فتطلع الإجابة 4 كوزاين 4 اكس. ده مثال على القانون اللي إحنا عايزين نعرفه عشان نطبقه في المسائل بتاعتنا. في امتحان المفروض هبعته للناس على الجزء بتاع الريفيجن انت المولتبلاي والديفايد، هبعته لكم النهارده الناس تحلوا النهارده. وسلمه انت ولا لا؟ مش هتسلمه انت، بتحله اونلاين وبتظهر لك الدرجه على طول في وشك كده اول ما افتح. تمام. يعني ممكن احل بكره مثلا ولا اخر امتى؟ احل بكره قبل الحصه، انا عايز اجي الحصه. كله حل ماشي، عايز تحله النهارده تحله بكره الصبح ما فيش مشكله، بس قبل ميعاد الحصه تكون خلصته والدرجه وصلتني بتاعته. تمام. القانون الثاني اللي عايزين نحفظه هو كوزين 2 اكس، ده ليه ثلاث أشكال. لو حفظت الشكل الأول منهم هقدر أحفظ الاثنين التانيين. الشكل الأول بيقول إن كوزاين 2x بكتب كوزاين سكوير ماينس ساين سكوير.